العارفين الذين اختارت جمعية نادي الفنانين المغاربة في دورتها الأولى من ليلة الصحافة الفنية الاحتفاء بمجموعة من الصحفيين والصحفيات اعترافا بما قدموه من أعمال صحفية وإبداعية خدمة للفن ولأهل الفن. نادي الفنانين كيكرم الصحافة الفنية في دورتها الأولى وتاليها دورات متتالية إن شاء الله بحول الله، فمهما نكرموا هاد الناس هادو فما غنفوش في حقهم، لأنه دائما ورائنا، دائما كيوجهونا، دائما كيكون داك النقد سواء النقد الذاتي أو النقد اللي من غير ذاتي، فيعني كنمشيو حنا بالتوجيهات ديالهم. التكريم شمل حوالي 13 صحفيا وصحفية من قطاعات إعلامية مختلفة هامة الإعلام السمعي البصري والمكتوب. كنستضيفوا من خلالها مجموعة من الفنانين والفنانات المغاربة في مختلف المجالات الفنية، سواء في التلفزيون، في المسرح، في السينما، في الإبداعات ديال يعني الفنون التشكيلية، في جميع أنواع الإبداع. كنحاولوا نقرب الصورة ديال هذا الفنان من خلال يعني بث مباشر كنستضيفوا فيه هذا الفنان، وكيجي وكيحضر معنا ويعني وكيحاول يوصل الإبداع ديالو للجمهور والمستمع المغربي. الناس اللي كانوا جنبا إلى جنب مع الفنان في محنته، مع الفنان في فرحته، مع الفنان في جديده، مع الفنان في مساره، في مستقبله. الحفل الذي أحياه جيل من رواد الأغنية الشعبية إلى جانب جيل من الشباب اعتبر لحظة متميزة لتجسيد ثقافة الاعتراف تجاه نساء ورجال الصحافة الفنية.